عمت الاحتفالات بالجمعة العظيمة كنائس الطوائف المسيحية التي تتبع التقويم الغربي، حيث رفعت الصلوات وأقيمت رتبة دفن المسيح. كركي وبمناسبة الفصح توجهت برسالة إلى اللبنانيين عموما والمسيحيين خصوصا، فدعا البطريرك مار بشارة بطرس الراعي الجميع إلى اتباع خطى المسيح، فكل واحد مدعو ليموت عن الشر وعن الكذب وعن الفساد ويقوم بالالتزام النبيل بالخير. من هنا التمس السلام للعالم ولأوطاننا، وبخاصة للبلدان التي في عالمنا العربي تطالب وتسعى وتثور من أجل العيش بكرامة وبحبوحة والتمتع بحرياتها الشخصية والعامة وبحقوقها الأساسية وبأنظمة ديمقراطية تحترم كرامة كل إنسان وشعب وتعزز التنوع في الوحدة وتشرك الجميع في مسؤولية الحياة العامة وتنفي الأحادية والفئوية وفرض الإرادة والتحكم بمصير المواطنين، وتمكن كل مواطن من أي دين أو ثقافة أو عرق أو انتماء كان، وكل مجموعة مهما كان نوعها، أن يكون وتكون قيمة مضافة في نسيج المجتمع والوطن. الراعي وفي عظة خلال ترأسه رتبة سجدة الصليب في بكركي بحضور حشد سياسي واجتماعي وديني واسع ضم جنرال ميشيل عون ووفدا من تكتل التغيير والإصلاح، أكد أن المسيح يأتمننا على الغفران والمصالحة. عون من جهته وبعد خلوة جمعته والبطريرك الراعي اعتبر أنه كما غفر المسيح لمن صلبوه، فنحن أيضا على صورته ومثاله ونغفر لمن يسيئون إلينا. نسجد لك ونشكرك ونعظمك. وإلى الكاسليك، حيث شارك رئيس الجمهورية العماد ميشيل سليمان وعقيلته السيدة وفاء بمراسم رتبة دفن السيد المسيح التي أقيمت في قاعة يوحنا بولس الثاني في جامعة الروح القدس الكاسليك. وترأسها الرئيس العام للرهبانية اللبنانية الأباتي تونس نعمي، يعاونه عدد من الكهنة والرهبان، في حضور رئيس مجمع العقيدة والإيمان في الفاتيكان الكاردينال وليم ليفادا والسفير البابوي في لبنان جابرييل كاتشيا وعدد من السفراء المعتمدين في لبنان وبعض أعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي ووزراء ونواب. ونحن نصلي من أجل الحكام في بلدنا وعلى رأسهم فخامة رئيس الجمهورية العماد ميشيل سليمان المعظم. فيا فخامة الرئيس، إن قلبنا مفعم صلاة لشخصكم ولعائلتكم الكريمة. ننظر إليكم ونحن عارفون أنكم تحملون قيما وحكمة وروحانية. وتولى الكاردينال ليفادا وعدد من الوزراء والنواب والكهنة قراءة فصول من النبوءات خلال الرتبة الدينية.